انت لابس جوانتي؟ لا يا فندم مش لابس. امال ايديك مش في جيوبك ليه؟ امر سعادتك. ايه رايك كمان انت مستجد ولا ايه؟ اسف يا فندم. اتفضل يا معلم باشا. تعال. طالبه فطار عادي؟ طبعا حضرتك، ما هي طلبته الساعة 10 الصبح، يعني تقريبا في ميعاد الفطار العادي. مش قصدي، السكينة دي سكينة حامية مش بتاعت فطار. دي بتنزل لك لما تبقى طالب مثلا قطعة ستيك. تمام يا فندم، كلام حضرتك مظبوط جدا. يبقى المجمع عليها مع الباشا طلبتها مع الفطار. ايوه، هتطلبها ليه؟ هتطلبها علشان تفتح بيها حاجة زي برطمان مربى مثلا. أولا المربى بتاعتهم أهي مش علب، بس هو مش للدرجة دي يعني. أخوها معاه الباشا قال إن هو صاحبتها منعوها ترمي نفسها من الشباك، كان عندها انهيار عصبي ساعتك. انهيار عصبي بسيط. أه تقول إيه يا باشا؟ ما علينا، أنا عايز أشوف الواد أخوها ده بنفسي. حاضر يا فندم. طيب، بشكل مبدئي جدا هنفترض حاجة من الاتنين، إما إنها كانت بتتكلم في التليفون، جه القاتل كعبل في الحاجات دي حست بيه جري عليها قتلها هناك، أو حصل بينهم اشتباك هنا وقعوا الحاجات دي جريت على التليفون عشان تستنجد بحد لحقها هناك وقتلها. معايا؟ معاك يا فندم. معايا كمان؟ تمام يا فندم. طيب هنشوف. نشوف. عماد امر مع الباشا. اشوف الواد بتاع روم سيرفيس اللي جاب لها الفطار، وعايز الواد اللي استقبل منها الاوردر على التليفون. عايزين نعرف السكينه بتاع الستيك دي جت مع الفطار ولا لا. الحقيقه مع الباشا الحكايه دي فات علينا، ما سالناهمش فيها، بس لسه ساعتها كلهم في الاوتيل، مفيش اي حد اتحرك من مكانه مع الباشا. باب سليم. معنى كده يا فندم ان اللي دخل القتيله هي اللي فتحت له بنفسها؟ او دخل عليه وهي نايم. اصل سعادتك حد شغال في الاوتيل مع الباشا؟ او حد معاه المفتاح بتاع الاوضه. اخويا لما خرج يا فندم قال ان هو نسي المفتاح جوه، علشان كده راح نام في اوضته. لما رحنا ندور ما لقيناش حاجه في المكان اللي قال عليه. ممكن تبقى السكرتيره بتاعتها اللي اسمها سميره طلعت دي خدت المفتاح معاها وهي ماشيه. هي عملت تشيك اوت الساعه كام بالظبط؟ بتوع ريسبشن قالوا مع الباشا انها عملت تشيك اوت الساعه 9. انا جبت كارت الفيزا ساعتك لقيته مدفوع الساعه 9 وربع بالظبط. بتوع خدمه الغرف مع الباشا قالوا ان المجني عليها كانت لوحدها في اوضتها لما الاكل دخلها مع الباشا. معنى كده ان وقت الجريمه لما حصلت صاحبتها ما كانتش موجوده ساعتك. بدري قوي على الاستنتاجات دي يا عمال. ممكن تبقى رجعت وقتلتها، وممكن جوزها يبقى رجع ومحدش شافه في الاوتيل وهو داخل وهو اللي قتلها. عموما كله هيبان من البصمات. على الله بس ما يكونش القاتل مسح البصمات بعد ما عمل عملته. بساعتها تبقى مشكلة سعادتك. نقيب محمود إدريس، نقيب محمود إدريس. إبدأ الإشارة مع الباشا. وصلتوا لسميرة طلعت؟ جاري وعلى وصول سعادتك. طيب على وجه السرعة، وزي ما قلت محدش يقول لها أي حاجة، أنا عايز أشوف رد فعلها بنفسي. تمام. بتهيألي صعب قوي قوي يا معالي الباشا لو هي عملت الجريمة دي. نروح نلاقيها في البيت كده بسهولة صعب. لا مش صعب الحاجة. ممكن تبقى قتلتها وبرضه راحت البيت. تستسكى يعني. عندك حق يا باشا. تحت المخدة فن. الموبايل بتاعها غريبة، ايه اللي خلاها تحطه هنا؟ مش هنقدر نلمسه قبل النيابة ما تيجي. مش ممكن يا فندم يكون اللي دخل قتل دوت كان قاتل بدافع السرقة مثلا؟ كل احتمالات واردة دلوقتي. طيب خلاص، انا دلوقتي عايز اشوف اخوها. اتفضل اتفضل. بس
خير يا فندم، في حاجه؟ اللي بيخلص اكله يا اما بيطلع العربيه بره الاوضه بنفسه، يا اما بيتصل بالروم سيرفيس عشان يجوا هم ياخدوها، يا اما هم بيتصلوا بيه بعد شويه علشان يسالوه لو. طيب انا عايز اشوف الواد ده روم سيرفيس دلوقتي الاول. مرن معاه الباشا. بص كمان امرك يا باشا، عايزك تنزل الريسبشن تجيب لي اسماء وبيانات كل النازلين في الدور ده. هو في كام دور اكزيكيوتيف هنا في الفندق؟ دور ايه يا فندم؟ اكزيكيوتيف اللي احنا فيه ده، يعني تسميه مثلا دور او نادي لرجال الاعمال. ما ينفعش تطلع هنا الا لو معاك كارت تحطه في الاسانسير. تمام سعادتك، هم ادونا الكارت ده عشان نتحرك بيه فوق. المهم تنزل الريسبشن وتعرف لنا اولا في كام دور اكزيكيوتيف هنا في الفندق، اتنين عايزين اسماء وبيانات كل نازلين في الادوار دي. يا رب ما يطلعوش كتير. لا عشان ما ناخدش بس وقت كبير معاهم يا فندم. طيب ممكن تركز معايا؟ تحت امرك يا باشا. عايزك بعد كده تروح على الروم سيرفيس. عايزين نعرف الناس اللي نازله في الادوار الاكزيكيوتيف دي كلهم طلبوا ايه على العشاء. عايزين نعرف مين اللي طلب ستيك. ستيك بالظبط. عشان السكينه ساعتك. بس ده هنعرفه ازاي يا ابني؟ مش بيبقى فيه فواتير بطلبات الاكل؟ ما تركز يا كمال، في ايه انت عشان ما نمتش خلاص؟ اسف يا فندم. بص ما تتعودش ابدا على انك تقفلها على نفسك من اولها. القضيه مش هتقولك تعالى حلني، لازم تنخور عشان توصل لاي حاجه. ولا يا عماد؟ بالظبط باشا. ما تقول له اصحى. ايه امرك يا فندم؟ عايز اعملك ايه الظابط؟ عاوزك ليه؟ معنديش اي فكره، اكيد حاجه تافهه. انا خلاص جاهزه حضرتك، ثواني وانزل. برضه مش عايز تفهمني في ايه حضرتك؟ مفيش يا فندم، واضح ان في سوء تفاهم مع الاوتيل يخص اقامه بنت حضرتك عندهم. الله، انت ما كلمنيش في التليفون ليه؟ كلموا حضرتك لو الموبايل مقفول. صح. ما كلموش صفي ليه؟ مش هي المفروض كانت تدفع لك الاقامه؟ ليه يعني يا ماما؟ مش انتوا متفقين على كده؟ ده لما يبقى في شغل وسفر، بس انا المره دي دفعت. طب ما انت بتقولي انك دفعتي، امال في ايه؟ صارحني حضرتك. والله انا ما عنديش اي معلومات، كلها مسافه الطريق وحضرتك هتعرفي كل حاجه. الموضوع بسيط جدا، حضرتك قلقانه ليه؟ لا انا مش قلقانه خالص. اتفضل يا فندم. ما تقلقيش، ما تقلقيش حبيبتي، هطمنك. لا حضرتك هتركبي معانا افضل. ليه مع عربيتي اهي؟ معلش دي التعليمات اللي عندي. حضرتك هو انا مقبوض عليا؟ لا ابدا، مين اللي قال كده؟ يبقى ايه النظريه اني اركب معاكم يعني؟ تهيألي الاريح ان حضرتك تركبي معانا واحنا هنرجع حضرتك تاني البيت. لو حضرتك بتقبض عليا فين اذن النيابه؟ بعد اذن حضرتك لحظه. باشا دي عايزه تركب عربيتها. تحت امره معاليك. كده حضرتك تقدري تركبي عربيتك واحنا هنحصلك على الاوتيل. ميرسي. ممكن اركب مع حضرتك لو ما ضايقش سيادتك؟ يا ساتر، الدكتور شريف راسخ موجود. وايه اللي هيجيب الدكتور شريف هنا يا فندم؟ هو مش حضرتك برضو قريبته؟ هو في الاوتيل امبارح كان فرحه، يعني معقوله في الاوتيل ما قالوش لحضرتك الكلام دوت؟ اصل يا فندم الدكتور شريف اختفى واحنا بندور عليه. يعني ايه اختفى؟ هو جرى له حاجه؟ لا يا مدام خير ان شاء الله. طيب ما سالتوش عروسته عليه ليه؟ هي مش معاه برضو ولا هي مش معاه؟ لو سمحت حضرتك قلقتني، هو في مشكلة؟ أصل الدكتور شريف عروسته اتقتلت. اتقتل؟ إزاي؟